بطاقة خضراء تسكن أحلامهم، تضمن لهم كرامة العيش ويبني عبرها المهاجرون طموحاتهم في أرض الأحلام. حالمون بالسعادة، يسعون إلى الحرية، يجتهدون، يثابرون ليصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع الأمريكي، كي يكونوا أهلاً للثقة التي منحتهم إياها الحكومة الأمريكية باستقبالهم واحتضانهم. أجيت عشان معيشة حياة صعبة في اليمن، قررت أني أطلع من اليمن إلى تركيا، ومن تركيا جلست يعني ملتجئ، والحمد لله أجيت لهنا لأمريكا. حصلت على فرصة اللجوء من خلال السفارة الأمريكية مع زوجتي وأولادي الثمانية. أنا سعيد هنا، أعيش بكرامة وحياة أفضل بالرغم من بعض الصعوبات. كي لا تتبدد الأحلام وللعيش في أمان واستقرار لغد أفضل، هنالك دائما من يمد يدنا. تقدم مؤسسة أيوذا، والتي تعني المساعدة منذ 45 عاماً، خدمات قانونية إنسانية واجتماعية للمهاجرين الذين يحلمون بالعيش في الولايات المتحدة. تواجه المؤسسة اليوم بعض التحديات بسبب قوانين الهجرة الجديدة، لكن المهمة مستمرة. قمنا بتعديل الإجراءات التي نقدم من خلالها الخدمات للمهاجرين، وهذا تحد كبير لكسب ثقتهم، خاصة بعد أن لمسنا الخوف عند البعض من التحرك خارج المجتمع أو حتى السفر. لذا خصصنا لهم عيادة اجتماعية متحركة في المناطق ذات الأغلبية المهاجرة لتقديم الاستشارات والخدمات القانونية لمعرفة حقوقهم وواجباتهم. بين تطبيق قوانين الهجرة الجديدة وأصلاحها لتقليص الهجرة غير الشرعية وبناء مجتمع قوي وآمن، يعمل القائمون على أيوذا جاهدين للإحاطة بالمهاجرين ذوي الوضعيات الهشة في أمريكا. هناك عدد من التحديات فيما يتعلق بقانون الهجرة، بدءا من قانون حظر دخول مواطني بعض الدول إلى الولايات المتحدة، والذي خلق حالة من القلق والخوف عند المهاجرين، حيث تابعنا عددا من الحالات لبعض العائلات التي لم تستطع لم شملها بسبب هذا الحظر، إضافة إلى إلغاء قانون داكا ومنع بعض تأشيرات العمل أو الدراسة من التجديد أو مغادرة البلاد. كلها تحديات نعمل عليها بالشكل القانوني مع فريق من المحامين لمساعدة المهاجرين. مهاجرون لجأوا إلى أمريكا هرباً من الحرب أو من ظروف اقتصادية صعبة، يحاولون التمسك بأحلامهم اليوم في ظل حديث عن تغيرات جديدة قد يدخلها بعد الرئيس الأمريكي على قوانين الهجرة. مروان زعتر لبرنامج اليوم على الحرة من العاصمة الأمريكية واشنطن.